أحمد ومريم، مريم وأحمد. طبعا الموقف يا مريم كالآتي: لو أحمد جاوب صح وإنت جاوبتي غلط رجع ب25 نقطة. أحمد، السؤال اللي جاي معلومات عائلية، فأنت هتكتب ومريم هتكتب وروان هتكتبي ورضوى هتكتبي، اتفقنا؟ اوكي. السؤال التالت معلومات عائلية: ما هو اسم الفيلم المفضل لأختك؟ ما هو اسم الفيلم المفضل لأختك؟ خدت الإجابة، هنشوف يا روان انت بقى بتحبي فيلم ايه. الليمبي. اخوك رأيه ان انت بتحبي عند ليب الدقي. شفتي بقى انه مش الليمبي، عند ليب الدقي. طيب هنشوف رضوى هتقول ايه. عسل اسود. فعلا فيلم عسل اسود، هدف مقابل هدف.